السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الوطن العربي. بيقولوا عليا المشاكس وبيقولوا عليا بتاع المشاكل وبيقولوا عليا أنا اللي بعمل دايما الأفلام الهندي. أنا رايح للملك بتاع الأفلام الهندي كلها. ملك إيه يا حبيبي؟ مش أنت اللي عملت لي المصايب دي كلها؟ جورج ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. احنا بنفتخر بيك مبدئيا كمدرب عربي ومدرب عالمي ومدرب مكسح الدنيا كلها، يعني مش عارفين نقول ايه بصراحة. احنا قديم مبسوطين بيك يا حبيبي. احنا اخوة يا حبيبي، احنا ولا حد. يعني انا بقول للناس احنا لما عارف، علشان انا اب، لو الواحد مش اب مش هيعرف. بس الاب ايه بقى؟ يشوف اولاده كده خلقانين بيقدروش يعملوا اي حاجة. يعني انت شايفنا اولادك؟ لا لا، بص بقولك بكلمك ليه كده؟ بكلمك بجد. عارف انت لازم تحممه، انت لازم تلبسه. وبالنهاية احنا برضو بشوف بابا نفس الكلام، لما يكبر الانسان برضو نفس الكلام، حد لازم يساعده بقى. مش عارف انا الناس بتشوف نفسها ايه، وياما هنا وياما يا حبيبي. احنا كلنا ولاد ربنا، كلنا لازم نحب بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض. عشان كده يا حبيبي بيفتكروني انا مجنون عشان بساعد العالم، بحب العالم. في ناس بيقولوا لي انت فاكر منك، والله انا ولا حاجه. لا، هو انت طلعت فتره كده لقيتك بتعمل فيديوهات على الانستجرام عندك، وبتدي ادفايسز وبتدي نصايح ان ديتيلز، يعني اللي هو انت بقيت بتتبرع بالتدريب ولا ايه اللي حصل يا حبيبي؟ مش حكايه تبرع. احنا بص، انا وصلت للاولمبيا الحمد لله 3 مرات، مع انه كان عندي كلوه واحده، وعملت المستحيل يعني علشان اوصل. بس بالنهايه يا حبيبي في حياه بعد كمال الاجسام، وفي عالم ناسيه الحاجه دي. حياتك اهم حاجه. يعني بص، ده من يومين في واحد مات هنا امبارح، حرام. يعني 73 37 سنه ومات علشان ايه؟ علشان بس المباراه، تصف مباريات والدنيا كلها حرام. عندك عيله، اولاد، مرتك، امك، الدنيا اللي بتحبك. عشان كده يا حبيبي انا بحاول، مش علشان انا صوره الدكتور انه انا شايف نفسي، لا، علشان انا دكتور لازم اساعد العالم، اقول لهم 1 2 3 خلي بالكوا في حياه بعد كمال الاجسام. بس كده يا حبيبي. انا عايز اسالك سؤال بقى مهم جدا بجد يا جورج. احنا دلوقتي سيريسلي بنتكلم جد. ان انت تبيت الكانسر او ان انت هزمت الكانسر دي في حد ذاتها انجاز كبير جدا، وبقى وراه نوليدج كبيره جدا، لان في دكاتره كتير قالوا لك انت عملت ايه عشان تكيور نفسك. يعني انت برضو عملتها مع نفسك اكتر من ان انت كنت متابع دكاتره. والله يا حبيبي لو بقول لك يعني مش هعرف هقول لك ايه. بس انا دلوقتي لو بوريك بالتليفون، انا كل يوم يومين في حد بيقول لي الحمد لله ماما شفت من الكانسر، الحمد لله البابا شفى، عشان بساعد العالم لله كده. عارف بحاول اساعدهم، بقول لهم ياكلوا ايه، انا عملت ايه، ازاي الكانسر ممكن يموت، فاهم عليا؟ ففي حاجات يا حبيبي حلوه كتيره. وانا انت عارف، انت شفت كل المحاضرات بتوعي، على طول بقول لهم ايه، انا استعمل اكلك اليوم كدواء ولا هتستعمل دواء كاكل بعدين. بالظبط. بقى لازم انت الاكل انت اليوم ما تاكلش الحاجات المهببه اللي قاعدين النوتيلا والبتاع، ده كله زباله، دول كله هيعمل لك مشاكل. عشان كده يا حبيبي انا اتعلمت يعني، وكان درس قاسي. يعني كنت عارف انا ببص باولادي، انا قلت ايه يعني خلاص بيدوني 10% 10% ايه يعني 90% انت هتموت. بالظبط. الحمد لله يا حبيبي. اول حاجه لازم يعني لازم حد ما ينساش، الانسان مش لازم ينسى انه كل العالم كانت بتدعي لي وبتصلي لي، عارف، من اسلام ومسيحيين والهنود والصين، والحمد لله رب العالمين استجاب يا حبيبي. جورج، الحاجه اللي انت يعني تحطها رقم واحد للناس كلها انها تبتعد عنها، ان هم مرضى الكانسر، ايه اكتر حاجة او رقم واحد لازم يبتعدوا عنها؟ بص، الكانسر بيعيش على حاجتين العالم ما بتعرفش دي، بيعيش على السكر. كده بنسألك بقى. لا، بيعيش على السكر وبيعيش على جلوتاميت. يعني حتى لو انت وقفت السكر تم فيه بروتين، حتى انت لو وقفت البروتين برضو من جسمك في بروتين، هياخد البروتين ويعيش الكانسر. بس انت في كذا حاجة ممكن تعملها طبيعية، عارف، ان شاء الله بكرة بالمستقبل حامل حاجة حلوة اوري الناس انت لازم تاكل ايه. مثلا الكركم، الكركديه مثلا من اهم المشروبات لازم عادي يشربها. في حاجات يعني حلوة جميلة، ليمون مثلا مع مية، ده هيعلي لك البي ايتش. كل الحاجات دي هتساعدك انك تقتل الكانسر باذن الله. شفتك من كام يوم كنت عامل لايف ستريمينج عندك اعتقد، او فيديو نزلته على الانستجرام، واتكلمت على البلو بيري في الصبح. ايه يعني البلو بيري في الصبح؟ لا على بص يا حبيبي، انا بقول على البلو بيري علشان البلو بيري اسمها زي ما بنقول احنا هنا
ريزيستنس ستارش، يعني بمجرد ما انت تحطها مثلا بالاوتميل ولا حاجه زي عنصر مقاوم، ايوه هيعمل ايه، بس ما تاخدها انت هتبقى بقى مظبطه لك السكر 24 ساعه بجسمك، فاهم علي؟ عشان كده حاجه حلوه سبحان الله، دي كلها اشياء من ربنا، يعني ربنا مدينا احنا الادويه بس احنا مش بنعرفها، قاعدين لاحقين الهامبرجر وماكدونالد والبتاع ده والزباله، عارف؟ ده اللي بحاول اقول للناس يا حبيبي فقط. ننقل بقى، نخرج من كده ونخش قطاع كمال الاجسام. تمام. اللاين اب، كلمني عن اللاين اب يا حبيبي. بص اللاين اب جميل جدا وقوي جدا، بس انا بعرف رامي، عارف؟ مش علشان رامي اخويا ولا حاجه، بس انا بشوف بوش رامي وشايف انه رامي الحمد لله الحمد لله هو احلى من السنه اللي فاتت حتى، فاهم علي؟ ولو هو زي السنه اللي فاتت محدش هيقدر له، ازاي هيكون هو احلى من السنه اللي فاتت؟ هيكون صعبه، عارف يعني؟ مش يعني انت بتتكلم على حد 130 كيلو والعالم كلها 110 ولا حاجه، فاهم علي؟ هيبانوا كلهم صغار، وان شاء الله ان شاء الله هنرجع الاولمبيا لمصر هتبقى للمره الثانيه على التوالي ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. شفت البريس كونفرنس النهارده ازاي؟ والله جميل، عارف؟ جميل جميل، علشان اي لايك ات، ما فيش حد شايف نفسه كتير ولا حاجه، بس ليه؟ هقول لك ليه، عشان كلهم خايفين من رامي. اوكي، عارف يا عم رامي عاملهم زي شغله رعب، عارف؟ عشان سبحان الله ما شاء الله، يعني ده الولد جميل جدا وكبير جدا، فاهم؟ بداز فيري فيري دينجرس كومبينيشن، عارف يعني؟ خطره جدا انه حد يجي ويربحه، لازم يكون بقى غير، يعني غير الدنيا كلها. هو يعني مش شايف، انا بقول لك صراحه مش شايف اي حد يربح عليه دلوقتي. كلمات اخيره للشعب المصري والوطن العربي، امسك المايك يا حبيبي. هقول لكم ايه يا مصريين، انتوا لحقني. والله مصر انا بعتبرها بلدي الثاني، علشان انتوا عارفين انتوا مراتي هي المصريه، ومراتي والله انا بفتخر انه هي تربيه مصريه وجميله، والحمد لله الحمد لله. لانه بص بيقولوا ورا كل رجل عظيم وامراه، وده فعلا يعني هي مراتي اللي كانت دعماني اني اعيش اعمل ما خليش حاجه بناء، يعني هي اللي حققت كل احلامي والحمد لله يا حبيبي. انا مصدق ان مراته مصريه يا جماعه، يعني لو مش مصريه ما كانش هيقول الشويه دول بصراحه، يعني ما كانش هيتكلم كده، هتضرب على طول. جورج بشكرك على اللقاء الجميل ده، وباذن الله نشوفك بعد اولمبيا ورامي كسبان ان شاء الله. ربنا يخليكم يا حبيبي، ربنا يخليكم. ميرسي جدا.